بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إشراقات الغد، وهذه الحلقة تأتي في خواتيم هذا العام، ونتمنى أن لا يرتحل هذا العام إلا ويحمل معه كل الأحزان كل المشكلات ليحل السلام مع مطلع العام الجديد، والذي نتمنى أن يعم كافة أرجاء الوطن لنعيش جميعا في سلام وطمأنينة ومحبة، حتى نستطيع أيضا أن ينهض إنسان هذا الوطن ويستطيع أن يسهم بالتنمية كل في مجاله. تحية وسلاما لكم من فريق العمل، وهي دعوة متجددة من إشراقات الغد لمتابعتنا في هذه الحلقة، والتي نسعد أن نرحب فيها بضيفين داخل الاستوديو، الشيخ محمد إبراهيم عبد الله عضو مركز إشراقات الغد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، كذلك نسعد كثيرا في أن نرحب بالدكتورة تفاؤل مكي صلاح مدير مركز الضاد لتعليم اللغات والتدريب، والأستاذ بعدد من الجامعات السودانية. مرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بك كثير. نعم، مرحب بهم، ومرحب كمان بالمستمع الكريم والمشاهد الكريم اللي بتابعنا من خلال هذه الحلقة في إشراقات الغد، والحديث عن السلام يستمر بالتأكيد. الشيخ محمد، السلام وتعريفه في الإسلام وكثير من الديانات يعني دعت للسلام، نخلي يعني المحور ده بداية لحلقتنا. مرحب بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. في البداية شكرنا وتقديرنا لقناة الشروق لقيامها بالدور الكبير لتغطية ربع كل الوطن. نقدم لها الشكر، تجدها في الحضر وفي القرى وفي الفرقان، وحقيقة هي رسالة. وشكرنا للجنود، أقول المجهولين، العاملين بها، حقيقة لهم دور عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلوا في ميزان حسناتهم. السلام شيء عظيم لا شك. أقول عظيم لأنه اسم من أسماء الله. الله هو السلام، وبهذا المعنى وبهذا الاسم العظيم، هو اسم الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه 99. الحياة كلها لا تتم إلا بالسلام. السلام هو الجنة، اسمها دار السلام، والسلام هو بوابة دخول الجنة. الله سبحانه وتعالى قال: وسيق الذين اتقوا، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. دخول الجنة يبدأ بالسلام. لغة أهل الجنة هي السلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والسلام هو لغة العقلاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه المعاني التي وردت في القرآن توضح لنا بأنه لا حياة بدون سلام. الحياة الكريمة اللي فيها استقرار، فيها تقدم، فيها ازدهار، لا تتم إلا بالسلام. ولذلك كل الاتفاقيات، كل الاتفاقيات وكل الجلوس وكل الجوديات اللي قامت، هي كلها همها أنها في البداية ترسي قواعد السلام، ثم بعد ذلك تتم الحياة من بعدها. ولذلك أمر السلام عظيم،
ولا بد لنا أن نبحث ونجد في طريق السلام. نعم، بارك الله فيك. شكرا يعني لهذه التقدمة الجميلة التي أكدت على أن السلام هو الحياة باختصار شديد، ولا حياة بلا سلام. دكتورة، يعني المرأة هي واحدة من أفراد المجتمع، وكما يقولون دائما إنها هي نصف المجتمع وربما أكثر. فالمرأة أكثر تضرر من فقدان العملية السلام. عندما تدور الحرب يعني أكثر فئة بتتضرر من فئات المجتمع هي المرأة. فياريت لو تكلمنا يعني عن دور المرأة في المجتمع وبناء السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر لقناة الشروق والرسالة الإعلامية الفارهة التي تقدمها في ربوع الوطن، ونتمنى لهم إن شاء الله أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الرسالة إن شاء الله. أولا، المرأة هي محور الحياة عامة، وخاصة هي الدينامو المحرك لهذه الحياة. أفتكر أن المرأة دورا عظيما، ولا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد دورها في عملية السلام وعملية التنشئة الاجتماعية، ولها أدوار كثيرة لا تحصى ولا تعد. فهي منذ بدء الخليقة يعني كانت تقدم كل الاحتياجات للأسرة والمجتمع، ولذلك هي تحتاج إلى الجو الآمن الذي من خلاله تستطيع أن تقدم كل شيء جميل وأساس لهذه الحياة. عملية السلام عندما تتم إن شاء الله بإذن الله تعالى، تكون المرأة لها دور فاعل أكثر، لأن المرأة عندما تتعرض لعدم الاستقرار قد لا تؤدي رسالتها بصورة جيدة، ولكن باستقرارها قد تبدع في بعض الأشياء وفي بعض الرسائل، حتى لأنها تتمكن بصبرها وطيبة خاطرها أن تقدم كل الأشياء الجميلة للأسرة وللمجتمع. ذكرت التنشئة الاجتماعية، وبالتأكيد المرأة وهي الأم بيكون عندها دور أساسي حتى في غرس يعني القيم الفاضلة وقيم المحبة والسلام حتى في الأطفال. والأطفال لما يشبوا وفي يعني في يشب طوقهم ويقوى عودهم، وهم يترسخت لهم يعني يترسخ لهم مفهوم السلام والتعاطي مع السلام، بالتأكيد حيكونوا جيل يعني بتصدع أمامه كل المحاولات لأنه يتفرتك هذا المجتمع أو يتصدع أو تصيبه ما يصيبه من مشكلات أصلا في الغالب العام بتجي نتيجة للحروب اللي بتدور. طيب، إذا نشأنا هذا الطفل منذ التعليم قبل المدرسي في أثناء وجوده في الرياض وهو مع أقرانه، يمكن أن نعلمه التسامح، كيف يتسامح مع أخيه عندما يخطئ في شأنه. لذلك هذه المرأة هي نفس المعلمة التي توجد في الروضة، لأننا نعرف تماما أن التعليم قبل المدرسة يعج بالمعلمات الفضليات. التحية لهم من هذا البرنامج، والتحية لكل معلم. نعم. فنعلمهم في ذلك الوقت التسامح، كيف يتسامح الطفل مع أقرانه حتى ينشأ على بيئة السلام، حتى يعم السلام في أثناء تعامله منذ نعومة أظافره. وبعد ذلك عندما تمتد مراحله الدراسية أيضا نعطيه أيضا أفكار جميلة عن السلام وعن التعامل، وكيف يكون السلام سائدا، وما هي المخرجات الطيبة التي يخرج بها السلام عندما يكون الجو آمنا ويكون العمل في بيئة آمنة ومطمئنة. نعم، شيخ محمد، الدكتورة تفاؤل تكلمت عن التسامح، والتسامح بيصبح يعني قيمة مهمة جدا، وإشاعة روح التسامح يعني بالتأكيد بتعني أنه المجتمع ينبذ الحرب، يرفض الحرب، لا يرحب بالحرب مهما كانت الدواعي والأسباب. جزاها الله خير الدكتورة تفاؤل، حقيقة تعرضت لأمر مهم جدا وهو أمر التسامح. والتسامح يعني هو الأساس لأن الناس يعيشوا في سلام أصلا،
إذا ما حصل تسامح لا يمكن أن يكون هناك سلام أصلا. والتسامح أيضا قيمة سماوية، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهو ده التسامح. التسامح أصلا تسمح حقك للآخر، وهناك يكون في تراضي، وبعد ذاك يكون في يعني تعايش، وتكون في حياة طيبة يسودها السلام وتسودها الإلفة، وبعد ذاك الإنسان يعيش حياته آمن ومطمئن بعد ما جاء السلام، بعد ما جاء التسامح ثم السلام ثم الاستقرار. فأنا أعتقد التنشئة كما قالت الدكتورة، إذا علمنا أبنائنا أو النشء كله علمناه على أنه كيف يتسامح من بداية حياته في المدرسة ولحد ما يكبر ولحد ما يبلغ الرشد، أنا أعتقد هذا هو السبيل الوحيد. الآن إحنا عندنا مشكلة في السودان، ما في دعوة للتسامح، يعني دايرين إحنا إعلامنا كلنا بجودياتنا بعلمائنا بالدعاة كلنا ندعو للتسامح. إذا لم يعني نصل للتسامح لا يمكن نصل إلى سلام، ودي حقيقة ثابتة. الآن ما بتجد أي شخص في كل المستويات في كل الجماعات أو الحركات المتصارعة ما بتلقى أحد يدعو للتسامح من أجل السلام، وده الحاصل بالضبط. فنحن من هذه الجلسة بندعو كل منظماتنا، منظمات المجتمع المدني وكل السياسيين وكل الأعيان في 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 المجتمع، أننا ندعو للسلام للتسامح حتى نصل للسلام الحقيقي، لأنك أنت بتصل لسلام وما يكون عندك غبن لأنك سامحت وتسامحت. فأنا أعتقد ده هو المخرج. نعم، يعني أنت بتفتكر أنه الإعلام والدعاء ورجالات الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع والأعيان هم رأس الرمح في عملية إشاعة روح التسامح في المجتمع؟ نعم، هم يعني وصلوا دعوتهم أصل كل إعلامنا، إداراتنا الأهلية، الدعاة، دعاة الدين، السياسيين، غيرنا، كلنا ندعو للتسامح حتى مجتمعنا كله يعني اعتبر التسامح هو الحل. ويا أخي بدون تسامح ما في تعايش حقيقة، وفي نماذج كثيرة في العالم وفي الدول بالتسامح قدروا طفروا وبنوا بلادهم، لكن بتصفية الحسابات ما في تقدم ولا في ازدهار ولا في راحة للمواطن أصلا. طيب حنجي راجع للجزئية دي، لأنه الشيء اللي بتتكلم عنه الآن هو واقع في السودان، يعني مسألة الاستقطاب واستقطاب المضاد وإشاحة يعني روح الغبن وتصفية الحسابات الآن سائدة بشكل أو بآخر، والسياسيين وغيرهم من أفراد المجتمع هم يعني بيزكوا هذه الروح. فبنجيك راجعين عشان نشوف الحل شنو في أننا نفكر يعني في أننا نشيع روح التسامح بالشكل المطلوب حتى أنه نطلع من المرحلة اللي إحنا فيها بسلام. دكتور، أنت ذكرتي أنه المسألة بتاعت التعليم وما أدراك ما التعليم، أنت وصلك أكاديمية، بتفتكري من الضرورة أنه يعني إشاعة روح التسامح وكذلك قيم السلام ومبادئ السلام إنها تكون في الشق الأكاديمي، مثلا تدرس في الرياض في مرحلة الأساس في الثانوي في التعليم الجامعي إلى ما ذلك؟ والله حقيقة يا أخي الكريم هذه الأشياء هي قيم، السلام والتسامح والتنشئة هي قيم، فإن لم تكن في داخل المنهج فلتكن معنا يعني كمعلمين نحن في رسالتنا نعلم كل طلابنا وتلاميذنا روح التسامح والتنشئة، وحبذا أن يكون المنهج متضمن مثل هذه الأشياء حتى بتنشئتنا نحن وبالمنهج نستطيع أن نكمل رسالة تؤدي إلى سلام وتنشئة حقيقية وتسامح حقيقي. يعني الأسرة اللي قبل تكلمنا عنها في العمود الفقري فيها الأم هي بترسخ المفاهيم دي من الطفل هو صغير لحد ما يشبع عن الطوق ويمشي. نعم. مرحلة أولى من التعليم هي ما قبل المدرسة، بعد ذاك بتدرج، فلما تجي الحلقات الأخرى مكملة في الجانب الأكاديمي بالتأكيد الإنسان بيصبح محب للسلام ومحب للطمأنينة وقابل للآخر، وهذه أظن يبقى المفتاح السحري لمسألة قبول الآخر والتعاطي مع التسامح والسلام. ف
فشيخ لو رجعنا لك بالحديث عن إشاعة روح التسامح والآليات المثالية اللي إنه نستخدمها عشان نقدر نشيع التسامح في المجتمع. بارك الله فيك. أنا أعتقد نجي نؤكد كلنا مشكلتنا في البلد لا تحل إلا بالتسامح، ولذلك الآليات اللي بتكون هي ممكن تدعو لروح التسامح، وهو يكون برنامج بالنسبة لكل المجتمعات وكل قطاعاتنا الموجودة، أنك تبدأها من الدعاة الدين، وتبدأها من الإدارات الأهلية، وتبدأها حتى من السياسيين اللي هم بدور شؤون الدولة وشؤون الحكم. أنت السودان ده الآن يعني بتجد مجتمعات كثيرة أو شرائح كثيرة بتجد فيها غبن. الغبن ده هو من يعني سببه الصراعات اللي قامت من هنا وهناك، يعني في صراعات كثيرة. طيب الصراعات دي أي زول الغبن مختلف، في زول فقد كثير كان مال كان أرواح كان كده، بيكون حاسي بغبن. هذا الغبن إذا هو ما وصل لدرجة أنه ممكن يسمح ويصفح ويعفو، حتى لو حصل وفاق أو اتفاق الغبن سيظل موجود. ونحن عندنا مثل بنقول الفشة غبينته خرب مدينته. عشان كده نحن الآن الحاجة أنا ملاحظة في كل الشغل السياسيين وغيرهم يعني ما لقيت لي دعوة صادقة للتسامح من أجل أن نتسامح ونصل إلى سلام حقيقي. فأنا أعتقد كلنا إعلاميين دعاة دين أقصد، إعلاميين، إدارات أهلية، قيادات أهلية، سياسيين، كل قطاعاتنا في السودان يعني برنامجها يدعو للتسامح. يعني إذا وصلنا للتسامح بنقوم تسوياتنا بتكون سهلة، وبنقوم بنصل لسلام حقيقي. بهذا السلام بعد ذاك ممكن يعيش المواطن في رفاهية الأمن. يعني زول ما يكون آمن في 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 سربه هي دي الرفاهية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده ضامنا قوت يومه يوم واحد بس فكأنما حيزت له الدنيا بأجمعها. ولذلك بدون أمن ما في سلام، بدون قوت اليوم ما في سلام. وعشان كده بعد ذاك انت بتجي في التنمية، الصحة هي للعافية. ولذلك أنا دعوتي والآن حقيقة ده برنامجي في نفسي أنه ما في حل لمشكلة السودان أجمع ما لم نصل لتسامح. وكما أسلفت في نماذج من دول بالتسامح طفرت وارتقت. يعني بارك الله فيك، أنا أقول كل السودانيين هم الآن يعني نعتبرهم آليات لأن يدعوا للتسامح من أجل السلام. بارك الله فيك. دكتور تفاؤل، التعليم والتدريب والتأهيل يعني عناصر مهمة جدا لبناء المجتمع، ومجتمع الرفاهية اللي بيتكلم عنه الشيخ لا يتأتى إلا بهذه يعني العوامل الثلاث. فدارين نتكلم عن دور المرأة في مسألة التعليم والتأهيل والتدريب عشان ما يصبح المجتمع يتعاطى مع كل الأشياء اللي حوله، ومن أهمها السلام. طيب لا يعني لا يخفى علينا دور المرأة في التعليم. فمنذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة تعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعول على التعليم من المرأة بحديثه الشريف خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. وذهبنا منذ ذلك الوقت في التعليم للمرأة مهم جدا ولها دور فاعل في عملية التعليم. فالمرأة عندما تكون معلمة تكون لها لمسات تضفيها على أسرتها وعلى مجتمعها في داخل المدرسة. لذلك التعليم مهم جدا للمرأة.
ولا بد أن يعم التعليم في كل ربوع البلاد، لأننا نلحظ إلى الآن هنالك أقاليم تحتاج إلى وقفة في مسألة التعليم، وتحتاج إلى تضافر الجهود حتى نستطيع أن نعمم هذا التعليم في كل ربوع البلاد. وأيضا المرأة عندما تكون متعلمة تحاول أن تطور نفسها كما فعلنا الحمد لله رب العالمين، يعني من البكالوريوس إلى الماستر ومن الماستر إلى الدكتورة، وبعد ذلك في مجال التدريب. يعني العلم ليس له حد إذا كان للمرأة أو للرجل، فللمرأة لأنها تنشئ ولديها أسرة ولديها مجتمع مدرسي، لذلك لا بد أن تؤهل نفسها وتدربها حتى تستطيع أن تعطي المجتمع أكثر مما هو عليه الآن. فدور المرأة في التدريب، تعايشنا مع مراكز التدريب وجدنا أن هنالك فروقات ونتائج تحدث عندما تأتي المرأة للدورة التدريبية، وعندما تخرج منها تخرج بمخرجات وتكون لديها آفاق، يسهل المدرب للأشياء التي تقولها أو تطبقها في هذه العملية التدريبية. لذلك لا بد أن نهتم بالمرأة في مجال التدريب والتأهيل، ولا بد أن نعلم كل طفل وكل طفلة حتى نستطيع أن نكون متعايشين في سودان متعلم، سودان جديد، سودان الكل فيه متعلم، وسودان الكل فيه يحمل راية العلم إن شاء الله. نعم، نتمنى أنه يعني تشيع روح التسامح وكذلك ينتشر التعليم في كل أرجاء هذا الوطن، ليعني نحقق كل الأهداف والمرامي اللي بنشودها إنسان هذا الوطن من حيث السلام ومن حيث المحبة والتسامح. شيخ محمد، تكلمنا عن في بداية المشوار عن السلام وتعريفه، كذلك السلام في الإسلام، فبالتأكيد السلام ما قاصر فقط على الدين الإسلامي. يا أخي، كل الأديان السماوية يعني تدعو للسلام، كل الأديان السماوية تدعو للإسلام، كل ما نسمعه من بعض الترتيل، كان من الإنجيل كان من التوراة، بتجد فيه السلام، في نهاية السلام. فأنا أعتقد السلام هو ما زي ما أسلفنا قلنا، السلام لا حياة بدون سلام، بمعنى الطمأنينة في السلام. ولذلك كل الديانات السماوية وقرآننا الكريم هو من ضمنها، ونحن هو نموذجنا وهو دليلنا، وكل الأعراف تحت المجتمع كلها تدعو للسلام، وتدعو بالسلام يتم التعايش والتعامل الطيب السلس بين المجتمعات، وبالسلام انت بتكون قضيت على الجهوية وعلى القبلية وعلى كل شيء. فأنا أعتقد السلام هو أساس حياتنا، ونحن في السودان أكثر يعني شعوب العالم نحتاج للسلام، عشان نقدر بالسلام ده نقدر نستفيد من خيرات بلدنا إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم، دكتورة تفاؤل، تكلمنا عن دور المرأة في المجتمع، ومعروف أن المرأة يعني شريكة كانت أصيلة في مسألة التغيير في ثورة ديسمبر المجيدة، احنا بنحتفل بمرور عام، فمشاركة المرأة في التغيير بالتأكيد مسألة حتمية وما فيها شك، لكن بيبقى عندها دور يعني أكبر في المشاركة في صنع السلام. خلينا نتحدث في هذا المحور بعد العودة إلى غرفة التحكم بعد هذا الفاصل، نتواصل في إشراقات الغد، نتمنى أن تكونوا معنا. أهلا
أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بنتواصل في هذه الحلقة من شرقات الغد من قناة الشروق وضيوف أعزاء الشيخ محمد إبراهيم عبد الله عضو مركز إشراقات الغد ودكتورة تفاؤل مكي صلاح مدير مركز الضاد لتعليم اللغات والتدريب وكذلك الأستاذ بعدد من الجامعات السودانية، والحديث يتواصل حول ملف السلام بأبعاده المختلفة كما عودناكم في البرنامج دائما. قبل الفاصل دكتورة تفاؤل كنا نتكلم عن مشاركة المرأة في التغيير وفي الثورة، كان حضور جميل وحضور طاغي، يعني كان له إسهامه بإبداعاته وب يعني مواقف الخلاقة في هذه الثورة، فبالتأكيد لابد من أن يتواصل دور المرأة حتى في مرحلة بناء السلام وفي المرحلة الحالية. نعم فعلا للمرأة كان دور فاعل في عملية التغيير وأسهمت كثيرا في هذه الثورة، وعندما أقول المرأة أيضا أنتحي قليلا إلى الشابات ودعمهم الفاعل في عملية التغيير حقيقة، ولكن عملية التغيير لا تقف عند هذا الحد أو بإسقاط نظام أو بتحكيم أسرة حاكمة أو بمن يختاره الشعب السوداني كحكم، لكن هنالك دعائم أساسية و أساسيات في عملية التغيير، وهي أن يكون لكل شابة دور مهم في عملية التغيير، وأن يكون لكل مرأة دور في عملية التغيير، لأنها هي محور هذه العملية، فلا بد من تلاقح الأفكار الأنثوية حتى يكون هنالك تغيير حقيقي وفاعل. وأتمنى أن نستصحب كل الأسس وكل المعايير وكل الطاقات لكي تكون هذه العملية عملية تغيير حقيقي، وحتى نستمر في تنمية السودان وأن يكون السودان واعد، لا بد أن يكون للشابات دور مهم في عملية التغيير، ندرب هؤلاء الشابات أو النساء عموما حتى يستطيعوا أن يرفضوا المجتمع بشتى المواضيع التي تدعم المجتمع في عملية التغيير. نعم. حقيقة التغيير يبدأ من النفس قبل أن نبدأه بالآخرين، إذا لم نبدأ بالتغيير من أنفسنا لا يكون هنالك تغيير، فلا بد أن نغير في أشياءنا وفي معتقداتنا، لا نقول ثقافتنا بل في معتقداتنا، حتى نستطيع أن نسهب كلنا في منحى التغيير وفي منحى عملية السلام، وحتى يكون هذا السودان سودان متقدم ومتطور لا بد أن نطور أنفسنا، فنحن كنساء لا بد أن تفرد لنا كل المراكز التدريبية وكل المؤسسات التعليمية حتى نلج من أبوابها لعملية التأهيل والتعليم والتدريب، حتى يكون لنا دور مثل ما كان لنا دور في البيوت وفي المؤسسات وفي جميع المحلات التي تكون فيها المرأة عضوا مهما وفاعلا. نعم شيخ محمد، نقفز مباشرة بالحديث في إشراقات الغد للمفاوضات الجارية الآن في جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، هل برأيك يعني شملت هذه المفاوضات كل فئات المجتمع، وكانت الفئات يعني الأكثر تضررا ممثلة في هذه المفاوضات، مما يجعلنا نتفائل بأنه السلام لمن يجي سلام متكامل يرضي كل الأطراف ويحقق الغرض؟ نحن في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود تحت التفاوض في جوبا بالنجاح إن شاء الله، وإذا نجحت هذه المفاوضات نكون حققنا جزء كبير من السلام. ودائما الاتفاقيات أو الصلح أو السلام لمن يأتي من المفترض أن يأتي متكامل وفيه كل القطاعات المتضررة. الآن نحن متابعين كل الحركات حضور بالإضافة لله الحكومة هنا، كل الحركات حضور، النازحين حضور، اللاجئين حضور،
وأنا في اعتقادي كل الشرائح المتضررة المفروض يكون لها حضور ويكون لها تمثيل عشان بعدين الاتفاق ما يكون جزئي. شريحة الرحل بالأخص في دارفور هي شريحة متضررة، متضررة من الدرجة الأولى من الصراعات اللي حصلت في دارفور، يعني كان صراعات قبلية، كان صراعات الحركات، كان الاعتداء من بعض الجهات، هي متضررة وفقدت كثير من الأموال من ثروتها الحيوانية وكثير من الأنفس الأرواح يعني. ولكن هذه الشريحة الآن مغيبة، وغيرها سلام ما بتم، إذا تم بيكون برضو سلام ناقص لأنه في طرف مغيب. وأنا من هذا اللقاء أو من هذا المنبر أنبه أن شريحة الرحل لازم تكون حضور، لأن هي جزء يعني أساسي من الصراع اللي قائم، وهي جزء متضرر، ولذلك الآن مغيبة تماما. تجد كل النازحين، تجد كل اللاجئين، بتجد كل الحركات ممثلة اللي هي يسموها حركات الكفاح المسلح، والحكومة موجودة طرف، لكن هذه الشريحة مغيبة. وتغيب هذه الشريحة، أنا أعتقد حتى لو تم سلام بكون سلام يعني مائل بمعنى ناقص. ولذلك أنبه بأن شريحة الرحل تكون حضور في هذه المفاوضات و و و و و وتكون جزء من توقيع الاتفاقية. بارك الله فيك دكتور. لو سألنا نفس السؤال لكن فيما يتعلق بأمر المرأة وحضوره في مفاوضات السلام، تكلمنا عن إنها شريك أصيل في التغيير، وتكلمنا عن إنها هي نصف المجتمع ومساهمة بالقدر الكبير في مسألة إرساء دعائم السلام. فمسألة مشاركة المرأة في الحكم يعني ربما يعني كانت واقع في الحكومة الماثلة الآن، لكن المشاركة في المفاوضات، هل بتقديركم إنه المرأة تمثيل الآن عادل في المفاوضات حتى إنه تأتي بكل الحقوق المتعلقة بأمر المرأة في السودان؟ والله أكيد يعني التمثيل عادل، وأكيد إنه للمرأة حضور طيب في كل المحلات وفي كل المجالات. وكما نعرف جميعنا أن المرأة في البيت تضفي عليه الإشراقات من الترتيب والألوان والأشياء الجميلة، أيضا مشاركة المرأة في عملية التفاوض أكيد لها دور حقيقي، وإن شاء الله سوف نلتمسه عندما تأتينا نتائج المفاوضات إن شاء الله، ويكون لها دور فاعل إن شاء الله بإذن الله تعالى. كما عهدنا أن هذه المرأة أينما تكون في مكان تضفي عليه الترتيب والإشراقات الجميلة والأشياء الطيبة التي تحملها في طياتها. المرأة عموما هي تسعى للاستقرار وتسعى للأمن حتى تبدع كما ذكرت آنفا، فلذلك أكيد يعني حيكون لديها دور فاعل في عملية التفاوض حتى تأتي وهي آمنة في دارها ومستقرة في سربها كما قال الشيخ. وإن شاء الله سوف يكون هنالك إبداع وتنشئة حقيقية وتطوير للأبناء والطلاب وتطوير السودان عامة إن شاء الله بإذن الله تعالى. الشيخ محمد ذكرت الرحل، يعني بتفتكر انه هم الشريحه ربما الغائبه في امر المفاوضات الجاريه الان في جوبا، فكثير من فئات المجتمع اللي تضررت من الحرب منهم اللاجئين والنازحين، الناس بيتكلموا عن يعني اعادتهم الى قراهم الى مواطنهم الاصليه بتوفير مقومات الحياه الكريمه والتعليم والصحه والمياه والى ما ذلك من احتياجات ضروريه ليعيش الانسان امن مستقر. فشنو اللي بيحتاجه الرحل حتى انه يعني يتعايشوا مع السلام او يصبحوا جزءا من السلام المجتمع اذا كان في اي جزء من اجزاء السودان؟ انا باكد لك يا اخي العزيز، الرحل الان هم يعني اكثر الناس حوجه، لانه النازحين واللاجئين يرجعوا الى مواقعهم وقراهم. هم يعلموا علم اليقين الحياه ما بتكتمل الا بالنازح واللاجئ المستقر، يكون هناك مستقر وهناك راحل.
الراحل بيحتاج للمستغر والمستغر بيحتاج للراحل والحياة بتكتمل. كثير من المبادرات اللي حصلت في دارفور، كثير من القرى لما رجعت من النزوح من المعسكرات للقرى، الرحل شاركوا بنقل المواد اللي بتعمر بدوابهم يعني بجمالهم بحاصينهم، يعني شاركوا في النقل، والآن هم أمس حوجة لأن كل النازحين واللاجئين يرجعوا لقراهم، وعندهم مساهمات من الإدارات الأهلية من أعيان الرحل هي مستمرة، وكثير من القرى رجعت واستقرت وعاشوا الناس في وئام وفي انسجام تام، زرعوا سوا، قسموا الزرع، عاشوا في أسواق، أسواقهم بقت واحدة، التعاون أصبح بينهم، التعايش، الإخاء، كله أصبح بينهم. ولذلك الراحل بيحتاج لأنه المقيم يرجع القرية، لما يرجع القرية بيحتاج للراحل في السوق، بيحتاج له في ترحيل المواد بالدواب، حاجات كثيرة، تعاون بين الراحل والمستغر، يعني حاجات موجودة. ولذلك هم لابد يكونوا جزء من السلام عشان الوئام والتعايش يتم كامل ومتكامل، ما في زول يكون مغيب، ومجرد ما يكون غيبوك بكون عندك حاجة في نفسك، وما بتكون يعني نواياك ما بتكون سليمة كما كانت. لكن لما تحضر التفاوض وتحضر توقيع الاتفاق انت بتكون جزء منه، وبعد ذاك بتحاول تحمي وبتدافع عنه وبترعاه. فدل الحاصل انا بتكلم عن الرحل، عندما السلام يتم الراحل يحتاج لكثير من التنمية، يحتاج لمياه الشرب، يحتاج للخدمات كلها، كان صحة الإنسان والحيوان، يحتاج للتعليم تكلمت عنه الدكتورة، وحاجات كثيرة، لأنه التعليم ما بتم بدون استقرار. يستغر النازح بيجي بيستغر الراحل جنبه، يعني دي حاجات كانت معروفة بين أهل دارفور بصفة خاصة، جاز في كل السودان لكن أهل دارفور بصفة خاصة. فنحن يعني بننبه أو بندعو أطراف التفاوض بأن ينتبهوا لشريحة الرحل وتكون حضور في المفاوضات. نعم، نتمنى أن يعني كل الفئات المجتمع تكون ممثلة وحضور، نعم، في هذا السلام، حتى يأتي سلام كامل وشامل غير منقوص أو مايل زي ما عبرت وتفضلت شيخ محمد. دكتور، التفاؤل بالنسبة للرحل، المرأة الراحلة أقرب في حياته ومطالب الحياة عندها للمرأة الريفية، والمرأة الريفية معروف بمساهمتها الكبيرة جدا في مسألة الإنتاج، إذا كان في الزراعة أو في الرعي أو أيا كان شكل الإنتاج، إلى جانب مهامها المعروفة بها كمرأة من تربية وتنشئة وإلى ما ذلك من أشياء. فالحديث عن المرأة الريفية وضرورة إنها طول اهتمام معين حتى إنه يكون برضو عندها إسهام في عملية السلام. طيب، نحن في السودان نتمتع بثقافات متعددة وتختلف فئات المرأة. المرأة عندما تعيش في الحضر تكون لها لونية مختلفة عن لونية الريف، ولونية الريف أيضا فيها لونية الرحل، وهذا التمازج يشكل جمال المرأة حقيقة بثقافة هذا السودان. فالمرأة المتحضرة أكيد لها عملية، أو في الحضر لها عملية ملموسة في عملية التعليم والإنتاج. المرأة في الريف بطبيعة عملها والممارسات التي تمارسها من دعم الرجل في مسألة الزراعة، تحضير الأكل والشرب، و يعني إذا بتمشي وتزرع الشيء الطوري وبتمشي وبتزرع وبتحصد، نعم، يعني كلها بتكون مشاركات وبتكون هي جزء من هذه العملية. فأكيد هي بتشكل جزء من اقتصاد البلد بريفيتها أو ببساطتها. أيضا في ثقافتنا كسودانيين عندنا الرحل، المرأة الراحلة عندما تذهب من مكان إلى مكان فهي التي تقوم بإعداد البيت، البيت الراحل هذا أكيد نعرف، كلنا نعرف هذه المسألة، وأيضا تعد الطعام وتشارك أيضا في
هذه العملية، لأن عملية الترحال هذه عبارة عن استقرار لهذه الثروة الحيوانية لكي تأخذ نصيبها في كل منطقة. لأننا نعرف عملية الترحال هذه عملية مربوطة بالأكل والشرب لهذه الماشية أو لهذه الثروة حتى نضمن وجودها في كل مكان وهي بحالة مستقرة. طيب، ما دور السودان الجديد في عملية دعم هذه المرأة الريفية والمرأة الراحلة؟ أنا أتمنى أن تفتح لنا آفاق ومدارك للمشاركة حتى نسهم ببرامج وأشياء تسهم أو تدعم هذه المرأة لكي تنتج. المرأة الريفية هي ببساطتها أكيد تحتاج إلى تطوير، يعني يمكن أن نفتح مشاغل حتى نعلمها الخياطة ونعلمها كيف تجمل هذه الأشياء من إعادة تدوير بعض الأشياء الغير مستخدمة مرة ثانية، نساعدها كيف تسعف طفلها عندما يكون مريض بدورات الإسعافات الأولية، نساعدها في كيف تنمي نفسها في عملية التعليم وندعمها في أن هذا التعليم ليس له زمان أو عمر معين. أيضا لا بد لنا أن تفتح لنا مدارك حتى ندعم هذه المرأة الراحلة ونرحل معهم بتعليمنا وبصحتنا وبكل الأشياء التي نجدها في الحضر، لا بد أن تكون أيضا لأنها جزء من ثقافتنا. هذه عملية الترحال وعملية الريف هذه هي كلها ثقافة السودان بأماكن مختلفة وأماكن متعددة، فلا بد أن يكون في الريف مثل ما يكون في الحضر من تعليم وصحة ونهضة بهذه المرأة الريفية. وأيضا لا بد أن نرحل مع هذه المرأة الراحلة بالتعليم وبالتطوير وبالتأهيل. فنتمنى من السودان الجديد وحكومة السودان الجديد أن تفتح لنا مدارك حتى نستطيع أن نقدم، والسودان بخير الحمد لله رب العالمين، يعني هنالك كوادر مؤهلة وهنالك من يستطيعون أن يقدمون في شأن هذه الدورة بالتقدم. وإن شاء الله يعني نتمنى أن تتأصل هذه الرؤى وأن تجد النور. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة. فبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نتمنى أن نستصحب أهل الخير ونساء الخير وشابات الخير إلى هذه العملية التي تدعم السودان بتطوير هذه المرأة الريفية وبتطوير المرأة الراحلة. شيخ محمد، أشرنا لأنه السودان هذه الأيام يعني الأجواء مكفهرة ومسألة الأحقاد وتصفية الحسابات وغيرها من المشكلات التي ربما ولدت العنف، والمعروف أنه الحرب نتيجة للعنف ونتيجة الأحقاد وتصفية حسابات. فإلى أي مدى إحنا كمان محتاجين أنه ننبذ هذه الأشياء من أحقاد ومن تصفية حسابات وإلى ما ذلك من أشياء حتى أنه نقبل على مرحلة جديدة؟ وتكلمنا عن التغيير، فلا بد من نغير يعني حتى ممارساتنا، حتى سلوكنا، حتى يعني كل ما يتعلق بحركاتنا وسكناتنا حتى انه نحدث تغيير حقيقي يسهم في بناء سودان جديد. احنا يا اخي تكلمنا عن التسامح كثير في هذه الحلقة، وتعرضنا لهذا او تكلمنا كثير عن التسامح لاننا بنشعر بحال البلد. الجو الماشي يعني الواحد ما بيكون مرتاح، ما متشائم لكن ما متفائل. ولذلك ركزنا أنا والدكتورة في التسامح. التسامح هو يعني لما تقول تسامح تكون ما في أحقاد. التسامح هو ضد الأحقاد، ضد تصفية الحسابات. ولذلك عشان تنهض أن إحنا يعني أشرنا للتسامح وتكلمنا عنه كثير وقلنا ندعو كلنا للتسامح لأننا شاعرين بحال بلدنا وشايفين الحالة الماشية هي ممكن تولد عنف، لأن أي تصفية حسابات ممكن تولد عنف. العنف ما بيستهدف جهة معينة،
يعني عندما البلد يكون فيها عنف، الطرف اللي عنده مشكلة واللي ما عنده مشكلة البلد بعم، البلد أساسا بعم والخير بخص، دي القاعدة مفهومة كده. عشان كده أي نظام، النظام الجاي جديد غير نظام منتهي، إذا بدأنا في تصفية الحسابات هي نحن بنكون ماشيين لورا وما بنكون ماشيين لقدام، وبنكون اشتغلنا بأشياء انصرافية، ما هالأشياء اللي قام من أجلها المواطن وقام بهذه الثورة وفقدنا فيها كثير من الأرواح، ما اشتغلنا بالمطالب بتاعته، اشتغلنا بأشياء أخرى، ولربما يعني 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 توردنا لمهالك أو لأي أشياء لا يحمد عقباها. هي شنو؟ عدم استقرار المنطقة، أي انفلات، أي شيء بيخلي المواطن يعني يخش في إشكالية، ويكون هو ذات جائز يكون يعني 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 ندم لما قام به من ثورة وتغيير وكذا وتضحية، ضحى يعني يعني المواطن عشان يصل لتغيير هذا النظام عندما ضاقت عليه الحياة من العيش وكذا، يعني قام عشان يجيب نظام أفضل يهتم بحياة الإنسان، يسعى أن هو المواطن ده ثار من أجل شنو، قام من أجل شنو. لكن إذا أنا جيت كل متطلبات السوار، كل متطلبات الجماهير اللي قامت من أجلها وقدمت شهيد تلو شهيد عشان تصل لوضع أفضل، أنا جيت اشتغلت بأشياء انصرافية لربما تولد عنف، والعنف كلنا بنعلم عاقبته شنو، بأشياء بيقضي على الأخضر وعلى اليابس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب السودان هذه المشاكل وهذه الأشياء وكل الفتن ما ظهر منها وما بطن إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور. التفاؤل في محطة أخيرة بحسب الوقت الأزف تماما. أنت تكلمت عن يعني جزئيات كثيرة متصلة بالمرأة حتى أن يكون عندها دور في مسألة السلام القادم بحول الله تعالى، فبيبقى في منظمات المجتمع المدني، العمل الطوعي، هذه الأشياء أصبحت عندها دور كبير جدا إلى جانب الجهد الرسمي للحكومة وغير ذلك. يعني أصبح لمنظمات المجتمع المدني العمل الطوعي دور كبير، فبنتكلم عن دور المرأة أو دور منظمات المجتمع المدني والفئات اللي بتعمل فيه العمل الطوعي في إنها تطور من المرأة في مقدرات، إذا كان في التأهيل والتدريب والتعليم والأشياء اللي تكلمنا عنها. طيب طبعا كلنا نعلم أن المنظمات هي داعمة للمواطن السوداني باعتبار أنها تقدم برامجها بالمجانية وبالدعم، حتى تكون قد نفذت جزء من برامجها التي من أجلها أسست هذه المنظمة.